مرحبا جميع متابعي رفع فانس تزاي ذا ليدي بيهايند ذا ماج. وانا اليوم في ضيافة رلا عشان تكلم عن مشروعها المنزلي المتميز ممرا. معاي صاحبة المشروع رلا. مرحبا رلا. حياك الله مريم حبيبتي. ايش اخبارك؟ استانست بشوفتك والله حبيبتي. حق اللي ما عمره سمع عن ممرا، ممرا it's a custom made skin care product done by رلا and it's homemade. كلمي لنا شوي عن مشروعك. طبعا المشروع جدا جديد، تقريبا صار له بس شهرين من يوم ما أعلنت. الدراسة والبحث خذ مني تقريبا سنة ليه ما حسيت ان انا فعلا متمكنة اني اسوي هاي البرودكت. اللي خلاك انك انت تخوضين فيها التجربة هذه؟ هي وجود الحاجة من ناس مقربين جدا لأشياء طبيعية عضوية ممكن أن الإنسان أو الوحدة تستخدمها في العناية اليومية. أنت you started your business عشان ناس حولك، so that makes you a giver. الحمد لله. فأنت تخلطين طبعا مو في المطبخ، عندك مكانك الخاص. إيه طبيعي، ما يصير أصلا في المطبخ لأنه ما راح يكون بالجودة المطلوبة. هذي شنو؟ هني سويت لي نوع المكتب الصغير أو خلينا نقول مكان عمل عشان أسوي في الفورمولاس. حديقتك يعني في أشياء، شوف عندك لافندر. إيه ما شاء الله. إيه زرع بعض الأشياء اللي ممكن أستخدمها، وعندي هناك جهاز للتقطير. تقطير بعد شنو التقطير؟ ترى أنا ما أفهم في الزرع، علميني. هذه جهاز أحط في الفلاورز أو الأعشاب اللي أبيها وتقطرهم لي، وينزل الماي صافي، ينزل الماي صافي هني واستعمله في المنتجات اللي أبيها. مثال على ذلك اللافندر. بعد شغلة، ان انت قبل الحديقة ما كان من اهتمامك انك انت تهتمين بالحديقة، لكن لما ابتديتي تكتشفين ان عندك اشياء ناتشرال في الحديقة، ناتشرال انجريدينتس in your garden، so you invested in it، يعني استثمرتك. نعم. في الحديقة. اي نعم، هاي نعمة كبيرة والواحد لازم ينتبه لها. بعد الورد تزرعينه عندك؟ اي هذه اسمها جيرانيوم، ويستخدم كثير في المنتجات السكين كير، ولا عدة فوائد حق البشرة كثير لا يمكن حصرها الحين في سناب واحد. الجيرانيوم شنو بعد تزرعين عندك تستفيدين منه in your product؟ مثل ما شفنا في لافندر، في الوفيرا، في حنة، في ورق ليمون، في ليمون أورنج. الحمد لله خير الله وايد، نعم كثيرة يعني. إذا بسألك سؤال، أول برودكت سويتي اللي شجعت إنك تبتدين بهالمشروع، شنو أول شيء بديتي به؟ أول شيء كان الألوفيرا، لأنه سهل استخراجه وعصره واستخدامه وفوائد اللي الكل يعرفها. وبعدين الحنة الطبيعية والمضاف إليها يعني بعض الأعشاب المفيدة للشعر مثل ما قلت لك للحاجة كان. وبعدين جربت في البادي سكرابس وشفت إنه يعني لاقت إعجاب أو لاقى إعجاب كثير. قررتي قلتي ليش ما سوي مشروع؟ ها والله بتشجيع اللي حوالي، تشجيع كبير كان. والصراحة المشروع هو اللي اختارني، أنا ما اخترته، سبحان الله تيسرت الأمور وضبطت. ويوم حسيت إن في رغبة حق هالمجال organic natural skincare products خدت أكثر من دبلومة. الوايد مهم الحين ممرة. أو سويت لي جوجل ما حصلته. من طلع لك الاسم؟ أنا ترى وايد حلو عجبني. زين بس who came up with that name؟ هو اسم كلش خاص ما بتحصلينه في جوجل. عندي حفيد الله يحفظه عبد العزيز، لان اسمي رولا، فبدل ما يسميني ماما رولا سماني ممرا. هي يد صغيره ترى، ها اقول قلت لها لا تقولين حفيدك قولي ولدك. قالت لا حفيدي بعد. So what makes your products different؟ هو كفايه بس احساس الوحده لما تستعمل شيء منتج طبيعي 100% طبيعي أورجانيك، مو مضاف إليه أي مواد ضارة. هذه بروحك بس يحسسك بالأمان إن جسمك قاعد يأخذ الشيء المفيد، لأن كل منتج يدخل في تكوين هاي الشيء مثلاً الكريم ولا أي شيء
له فوائده وخصائصه الخاصة به. وأيضا الأسنشل أويلز اللي هي الزيوت العطرية، ما تصدقين إيش كثر لها فوائد حق السيبم، الطبقة الخارجية للبشرة. الطبقة الخارجية للبشرة لها يعني شلون تعزز الكولاجين، بعضهم يعززون الكولاجين، بعضهم يعدلون النفسية. المجال كبير والشرح يعني ما يتسع إني أشرحه في سنابات صغار، فأتمنى تشوفين بنفسك. أرا، how many products did you produce so far؟ كم منتوج سويتي الحين؟ الحين براويج داخل إن شاء الله. عندش المكتب. بندش. فحين دخلنا رولاز برايفت اريا، نظيف ما شاء الله، نظيف ايطاليا. رولا تقول انا اول ما بدي لازم احط لي اسنشال اويل. ايوه، اتس ريتشوال عندها. This is your special special blend. هاي انت مسويتها بلند؟ اتس سبيشال بلند اسمها سانشاين. رولا الحين قاعده تخلط لي خلطه خاصه حق ماي سكن. مثل ما قلت لكم، she does a custom-made organic skincare product. One of the products that she does يعني حق اللي فيهم eczema، عندهم حساسية من أشياء معينة أو ما يبون إلا organic products. أول شيء نبتدي بالبادي سكراب. شوفوا مكتوب made in بحرين. It is made in بحرين. Proudly made in بحرين. It's basically a body scrub. هذه هالمرة سويتها لافندر. كل واحدة حسب الريحة اللي تفضلها واللي تناسب جسمها وإحساسها. البادي سكراب كان لافندر، فسويت بادي كريم يعني لافندر بادي كريم، فان شاء الله تعجبك. تجربي. اوكي، هاي ما جربتها. Let's try the texture. Now Rola's holding the camera. حبيت الريحة تحنن. سويتيني اياه. لا نسيت اضيف. هذه تفوحينه في ماي، قلت هذه تحطينه في ماي حار، والفيشل ستيم يستفيد منه الوجه، البشره تستفيد من سويته. لا لا يفوتكم، مسويته لي مو بغير انا يعني شوي سدري ذبحني. بعد انا ترى مسويته لك سبيشل، سبيشلي ميد فور رفع ايفنتس. اي لاف يو رولا. شيء رهيب. اتس ماسك. هذه اتس فيس ماسك بيسكلي. اتس جل تخلينا لمده 15 دقيقه وبعدين تغسلينه. ايه بشره على الوجه. إيه؟ تقريبا لمده 10 دقائق. ترى انا جيت من قبل جربت كل شيء، ما خليتش وما جربته. تقول انت جريئه جربتي كل شيء. هذه اتس ا فيري كونسنتريتد هاند سيرم. هاي اللي جربتها اخر مره صح؟ يس. شوفي هاي ترى صدق تهايدريتس ذا سكن هيفيلي. هذه بس تمسحين على السكن وتخلينه، والسكن بيشربه. بتلاحظين الفرق واضح. اي بتلاحظين ان السكن قاعد يشربه بعد فتره. حاليا هاي السايز تقريبا بستة بس المواد اللي فيه اشياء غير طبيعية. You're rich, very rich. Very rich ingredients. They are طبيعية 100% organic. قصدي زيوت غريبة. Cranberry, رمان, raspberry, carrot. ايه ما شفته. هذه بعد اي سيرم. تحطينه تحت العين يخفف من الانتفاخات والهالات السوداء والخطوط. هذه ترى جربت this is a lip balm by Mumra على شوكولات، وترى نصه كان على شفايفي ونصه كالته. سمعتوا عن سوبر فود اللي حق الأكل صح؟ هذه عاد حق الوجه من Mumra. سوبر فود ماسك على هيئة واكس أو بالم. هذه نوع ثاني من الماسكس، تقريبا نفس الانجريدينتس. سوبر فود for the skin but it's called water activated. تسوينا في البيت تخلي. It's like a mud. It's like a powder. يتشلي. Okay. الحين براويك شلون نخلطها في البيت. كل ما بغيتي أنت تخلطينه في البيت عشان يطول معك. تأخذين ملعقة من الباودر. Okay. مع كمية مماثلة من الماء. تقريبا. ما يصير paste. لا يصير paste. بروحه بيصير بيت. ممكن تحطين عسل by the way. Interesting. أي. خلينا على الوجه على البشرة. Okay. في مينتس. وفي exfoliating agent، في شيء كذي تقدرين تسوين سكراب ويو واش ات اوف. سوبر فود فور ذا سكن، يحتوي على وايد اشياء يعني غير عندك الماسك الاولي. تقريبا نفس الانجريدينتس بس التكستشر يختلف. تبينا فكره ان هذه اوريدي مخلوط بس كله زيوت يعني أكثر. ما راح يتم عندك مده، ما راح يخترب. اوكي. وفكرك ذي انه وقت ما بغيتي انت تخلطينه وبالتالي طول عندك اكثر، تقدرين تتنقلين في
تاخذين الكميه اللي تبينها وتخلطينها وقت ما تبين. ف it's your choice. واو وادي كيتشن ذي هذه لوشن بارز تاخذينها وتفركينها على اليد اوكي وترطب This is not a cream. It's like هو فكرة الصابون بس إنه هو بار لوشن. لوشن بار. إيه. مشكلة في مشكلة في جونة. اللي عندنا الفيس ماسك. إيه. ترشينا في ممكن يكون روز ممكن لافندر ممكن الريحة اللي أنت تحبينها. إن أسويها. وصل لكم الريحة. هذه بعد باتس عشان يشيلون الآي ميك. استلمي شخبطي شخبط شخبط إيه. خيرا. تحتاجين تحطينها في الوجه هاي كونسيلر اوكي بعد يودي سريع رويهم شوشون هذه طبعا اورجانيك كوتن في زيوت وخلطات تعزز من نمو الرموش اولا ومظهر مظهر اذا حطيتيها في الوجه ابدا وفيها ريحه خفيفه من ريحه البان إيه؟ البان له خصائص عجيبه على البشره وللخطوط الرفيعه في الوجه أسعارك بصراحة يعني فاجأتيني يعني organic pads and organic oils in a sense for 2BD يا بلاش أنا هدفي الأول أبي الكل يستفيد أبي كل الفئات تستفيد في كثير ناس ما يقدرون يوصلون حق منتجات organic شو طبخة رولا فيس كريم أنا أجابني في رولا أنها يعني جريئة وقالت لي تعالي وتشوفي المكان وتشوفي من نظافة المكان بصراحة it's spotless ما شاء الله ونظيف ومضمون While رولا is cooking up my day cream بس كنت بقول لكم ترى she does everything from A to Z يعني كلها يعني صنع يدها هي وترى هي توها بادي وحسابها ترى يدي تقدرون تتابعونها وإذا تتواصلون معها only by WhatsApp الكريم كاسترد إيه بس لازم أنتظر عليه يكون بارد حتى أضيف له أي شيء الحين أقدر أضيف بفيتامين إيه زين الفيتامين إيه ممتاز جدا للبشرة وأيضا يحافظ على المنتج من إيه زين حق شد الوجه كذي إيه وايد زين هو أنتي أكسيدنت فوائد كثيرة وحتى حق المنتج يحفظ المنتج أوضح شيء يعني فيتامين إي is not a preservative مو مادة حافظة في مادة حافظة خاصة وطبيعية 100% وناتشرال وأورجانيك عشان تحفظ المنتج الحين قاعدة أحط لك إلتش البان لأن فوائده جدا عظيمة حق البشرة وتقدرون بروحكم تشيكون وهذه وردة أنا وايد أحبها اسمها إيلانج إيلانج أيضا فوائدها جدا حلوة حق البشرة بس شوية قوية فبحط لك الفورمولا أنا الحين بخليك تشمين إيه؟ إذا عجبتك أنا من هني وشمين ممكن أزيد إذا حبيتي ممكن أزيدك أي شيء بس أنا أريكمند هاي الكومبينيشن مع ريحتين بس إذا تحسيتي أقدر أزيدك شيء ثاني إذا حبيتي Thank you so much فشمي قرأت النتشوب It's freshly made إيه؟ packed just for the lady behind the mug اوكي سويت لك كريم اتس سكن مويسترايزر سويت لك من افوكادو وهوهوبا وفيو اذر ثينجز اللي فعلا تفيد البشره مثل البان ومثل هاي الورده اللي رويتك لانج لانج ممتازه حق البشره تسلم يدك يا رولا هذه بكشتي مشكوره رولا حبيبتي اهم شيء حصلتي البكشه وترى لك شيء ترى بكشة وانتي لا تعاد المق لأن من المشاريع اللي بصراحة أقدرها واو أنا جدا سعيدة ويشرفني هالمق صراحة أنا يعني I'm a coffee drinker فشي يسعدني أن أشربه وأسوي المورنينج ريتوالز